بمناسبة عيد الشجرة وتحت عنوان هيا نزرع لمستقبل أخضر، نظمت مديرية زراعة حمص حملة تشجير في مساحة 2 هكتار على طريق حمص دمشق محور تحويلة حمص طرطوس، وذلك بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية. طبعا استكمالا لحملات التشجير بعد موقع سيلي الحراجي والمخرم التي اطلقتها وزارة الزراعة، نقوم اليوم بحافظ حمص بالاحتفال بعيد الشجرة الفرعي 71 على طريق محور حمص دمشق تحويل الطرطوس بمساحة 2 هكتار. ستتم زراعة 1200 غرس حراجي منوعة من أشجار السرو والصنوبر السمري بالإضافة للكازوارينا والكينا. نحن دائما كاتحاد في الحين نشارك كل الفعاليات للتشجيع على التشجير الحراجي والمثمر في كل المناطق، ومنحث الفلاحين على التشجير لأن الشجرة هي نافعة بكل لتصفية الجو لطرح الأكسجين. أنا هدفي شارك مشان نحافظ على البيئة ونعوض الخسائر اللي صارت من خلال الحرائق اللي انتشرت بالأعوام الأخيرة، ولنشارك بهيك فعالية جميلة. تعطي أهمية المشاركة بعيد احتفال عيد الشجرة مناسبة عامة لزيادة الوعي بأهمية الشجرة وأهمية الحفاظ عليها من الناحية البيئية ومن الناحية الجمالية للمدينة وللريف والمواقع الحراجية. اليوم حملة التشجير مشان زيادة الغطاء النباتي بسوريا، وبلدنا الأخضر يبقى بخضرة ويضل أخضر بناظر نظرة فيه. طبعا عم يصير كتير تقطيع الأشجار هالأيام، هاي الحملة كتير مفيدة للأجيال القادمة بحيث نخلي البلد عامر دائما بالمساحات الخضراء. الحملة تأتي استكمالا لحملات التشجير حتى نهاية شهر آذار المقبل، وتهدف إلى زيادة رقعة المساحة الخضراء وترميم الغابات الطبيعية المتضررة من القطع الجائر والحرائق عبر زراعة الأشجار الحراجية والمثمرة منها. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.